السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. أحييكم أنا علاء أمين في كورس جديد في أمن المعلومات. أنا سميت الكورس طريقك إلى أمن المعلومات، وحطيت لكم صورة هنا بتعبر عن ده، مجرد عداء بيستعد للانطلاق، يعني يدوبك إن هو بيربط الشوز بتاعه أو الحذاء بتاعه علشان هيبدأ إن هو يمشي أو يجري أيا كان اللي هيعمله. فبالتالي احنا هنبدا مع بعض ان شاء الله باذن الله من البدايات الاوليه اللي انا تعبت كتير وانا بدور عليها في اليوتيوب او في الانترنت عموما. لقيت اكتر من كورس واكتر من انستراكتور وكلهم قيمه وقامه وكلهم افضل مني علما وخلقا وكل حاجه واسماء لامعه جدا، لكن للاسف مش بادئ معايا من اللي انا عاوزه. انا عاوز افهم من البدايات تماما، انا عاوز افهم يعني ايه اصلا امن معلومات، يعني ايه اصلا بيانات، يعني ايه معلومات، يعني ايه امن معلوماتي، يعني ايه حمايه، يعني ايه هجمه، يعني ايه ثغره، يعني ايه رانسام وير اللي انتشر انتشار كبير جدا، وطبعا كلنا عرفنا او كلنا سمعنا عنه ان هو يعني تقريبا كده ما سابش دوله غير لما زارها او ما سابش مدينه غير لما ترك فيها بصمه. طيب الكورسات اللي انا طلعت عليها واللي انتم ممكن تكونوا طلعتوا على جزء منها، هي حتى وان كانت اسمها بدايات او اساسات او اساسيات عفوا، بتبدا معاك من حاجات انت مش عارفها او من تعريفات ما مرتش عليك او من مصطلحات انت اول مره تسمع عنها، فتحس ان انت ناقصك حاجه، لا انت عايز تتعلم اكتر، انت الحته دي مش متظبطه معاك، الجزء ديت لا انت عاوز معلومات اكتر. علشان كده كنا وعدنا الناس من فتره ان احنا هنعمل حاجه مختلفه. الحاجه المختلفه كان ممكن يعني قعدنا فكرنا كده احنا ممكن نعمل ايه مختلف. طب نعمل مثلا اكتف دايركتوري، نعمل ويندوز سيرفر، نعمل. فلقينا ان الموضوع مستهلك تماما، لقينا انه الكورسات اللي احنا بنتكلم عليها ديت سواء في السيرفرز او في النتورك عموما كتير جدا من الاخوه الافاضل عملوها، وتقريبا خلاص يعني الناس ما بقاش الموضوع صعب بالنسبه ليك كماده علميه او كشروحات، الموضوع كبير جدا وكتير جدا. لكن في امن المعلومات، يعني امن المعلومات موضوع كبير وموضوع متشعب وموضوع مليان مصطلحات وتعريفات ومليان كل يوم في جديد ومتجدد وعالم مليان بالكم رهيب من المعلومات اللي انت قد تكون اول مره تعرفها او مره او اول مره تسمع عنها. في كورسنا ان شاء الله هنفهم من الصفر، هنفهم من البدايات وهنبدا مع بعض نفهم مع بعض. هطلب منكم ان احنا ما نعتبرش ان الكورس ده كورس موجه للمبتدئين وان الانستراكتور اللي هو انا يعني قاعد يفهمكم، لا انا هعتبر ان احنا كلنا كده داخلين علشان نفهم. انا شخصيا داخل علشان افهم، هنفهم مع بعض وهنعمل كمان حاجه مختلفه تماما. كل جزء هنفهمه انا هلخصه لكم بشكل مكتوب علشان يبقى مرجع لينا بعد كده، لان المعلومات كثرة التعريف والمفاهيم والمصطلحات بتضيع، فبالتالي لما تبقى موجوده او مكتوبه بشكل يعني متسلسل يسهل بعد كده ان احنا نرجع لها ان شاء الله باذن الله. كل ما احس ان احنا اتعلمنا حاجه يمكن تلخيصها او يمكن كتابتها والرجوع ليها، انا هتولى الموضوع ده وهبعتها لكم ان شاء الله باذن الله كل من هو جاي يتابع معايا. طيب هنبدا ونقول بسم الله. احنا موضوعنا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الانفورميشن سيكيورتي او امن المعلومات. طيب امن المعلومات هو ايه؟ احنا طالما داخلين نفهم يعني ايه امن المعلومات لازم نفهم التعريف الاول. ايه هو امن المعلومات؟ بيتكلم عن ايه؟ الحقيقه ان في اكتر من تعريف لامن المعلومات، لاكتر من مصدر، لاكتر من موقع، في كمان على الويكيبيديا تعريف لو تحبوا تطلعوا عليه، نفتح جوجل كده ونكتب تعريف امن المعلومات هيطلع لنا اكتر من تعريف. كلهم بيدوروا حوالين ان امن المعلومات هو الامن او المجموعه الاجراءات والسياسات اللي بتامنني المعلومات والبيانات. تعريف تاني بيقول ان امن المعلومات هو العلم القائم بذاته علشان يامنني المعلومات ومصادر البيانات او البيانات ومصادر المعلومات. في تعريف تالت بيقول ان هو مجموعه من التدابير الوقائيه اللي بتتيح لي تامين المعلومات والبيانات. فهنلاحظ ان كلمه المعلومات والبيانات اتكررت معايا في أكتر من تعريف. فأنت ممكن تسأل نفسك معلومات وبيانات، طب هو في فرق بين المعلومة والبيان؟ ولا هما كلهم معنى واحد؟
والصحيح ان انا اقول امن البيانات ولا اقول امن المعلومات؟ طب هل لو قلت امن بيانات وحد تاني جاء قال لي لا ده امن معلومات، انا الصح ولا هو اللي صح؟ علشان نحل الاشكال ده يا شباب، تعالوا نفهم يعني ايه بيانات ويعني ايه معلومات، وهل هم فعلا مختلفين او الاثنين بمعنى واحد. تعال ناخد المثال البسيط ده، انا لو ماشي في الشارع او لو قاعد في البيت او لو في الشركه ولقيت ورقه كده مكتوب عليها شويه ارقام، يعني لقيت مثلا 10 15 25 وهكذا، هل انا فهمت حاجه؟ ما فهمتش اي حاجه، انا اطلعت على شويه ارقام. طيب لو كان الارقام دي مكتوبه بالشكل ده 10 زائد 15 يساوي 25، هل انا فهمت حاجه؟ ايوه انا فهمت ان دي عمليه حسابيه نتيجها 25. في الاول انا اطلعت على بيانات، وفي الثاني بعد ما دخلت العمليه الحسابيه على البيانات دي طلعت لي معلومات، فبالتالي البيانات ديت هي الماده الخام للمعلومات، الماده الخام ان بالنسبه لي انا مش مفهومه لو اطلعت عليها، مجرد شويه ارقام او شويه حروف او مجموعه من البيانات الغير مفهومه. تتفهم امتى وتبقى معلومات؟ لما ابدا ادخل عليها اي عمليه، سواء بقى عمليه حسابيه، عمليه هندسيه، عمليه تقنيه، اي عمليه معالجه للبيانات دي هتديني في النهايه معلومه مفيده. يبقى احنا اتعلمنا ايه هو امن المعلومات، اتعلمنا يعني ايه بيانات، وتعلمنا كمان يعني ايه معلومات. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب انا ازاي هحمي البيانات ديت او هحمي المعلومات؟ قال لي انت عشان تحمي لازم تحدد اي قسم من اقسام الحمايه اللي انت هتستخدمه. حد يقول لي هو في اقسام حمايه؟ يعني مش عمليه واحده كده للحمايه وخلاص؟ هقول له لا. الناس اللي قاعده تحط العلم بتاع امن المعلومات ده قسموا اقسام الحمايه لثلاث اقسام. قال لي انا عندي ثلاث انواع او ثلاث اقسام من اقسام الحمايه. اول قسم عندي اللي هو الفيزيكال سيكيورتي والاوبريشنال سيكيورتي والمانجمنت اند بوليسيز. واحده واحده يا باشمهندس علينا علشان احنا ايه بدانا نتوه. طيب احنا قلنا ان احنا داخلين علشان نأمن البيانات والمعلومات وعرفناه وفهمناه وفهمنا الفرق بينهم. طيب قال لي عشان تأمن المعلومة دي او البيان بتاعك لازم هتستخدم قسم من اقسام الحماية او قسمين او ثلاثة، يعني اما تستخدمهم كلهم او تستخدم واحد منهم. طيب تعال نفهمهم واحدة واحدة. قال لي انا قسمت لك اقسام الحماية دي لثلاث اقسام. اول قسم معانا هو الفيزيكال سيكيورتي، الحماية الفيزيائية. طيب يعني ايه فيزيائية؟ طب حماية معروفة خلاص، يعني ايه فيزيائي؟ قال لي فيزيائي يعني ملموس، حاجة اقدر امسكها بايدي، زي ايه؟ زي جهاز الكمبيوتر، زي اللابتوب، زي الموبايل، زي الحديدة، زي الخشب، حاجة اقدر امسكها بايدي. جميل جدا. الحاجة اللي اقدر امسكها بايدي دي بقى هتعمل لي حماية ازاي؟ قال لي اوكي، حضرتك شغال في شركة او في مصنع او في مؤسسه او حتى في البيت، عندك بيانات ومعلومات بتتعامل بيها، بياناتك ومعلوماتك ديت مش موجوده على جهاز ولا متعلقه في الهواء؟ هقول له لا، موجوده طبعا على جهاز. قال لي جميل، الجهاز ده لو انت في شركه مش بيسموه سيرفر، بيسموه خادم؟ لان الشركه فيها موظفين كتير واقسام كتير، فبالتالي جهاز كمبيوتر واحد مش هيقوم بالغرض، فلازم يكون ايه، جهاز كمبيوتر كده بمواصفات قوية اسمه السيرفر، ببدأ أحط عليه بياناتي ومعلوماتي. طيب السيرفر ده مش بتحطه في مكان كده وتأمن المكان؟ فأنا أقول له آه أنا بأمن المكان، لازم أأمن المكان طبعا، ما أحطه كده وخلاص، هي مش عملية مفتوحة. قال لي جميل جدا، الحماية الفيزيائية بقى لما تركب باب على المكان اللي فيه السيرفر ده فيزيائي، الباب انت ممكن تمسكه بايدك. لما تحط فاير سيستم لا قدر الله، لو حصل كارثه طبيعيه او حرق
او حصل حريق او حصل زلزال او بركان، انت مش بتحط جهاز استشعار او انذار؟ فبقول له اه، يعني اي مركز بيانات بيعمل كده، وانا اعتبر ان انا شغال في شركه فيها مركز بيانات فاحنا فعلا عاملين كده. قال لي هي دي المقصد من الفيزيكال سيكيورتي، انت بتجيب جهاز ملموس بالايد علشان تامن دي بياناتك. تمام كده يا شباب؟ تمام خلاص فهمناها فهمناها. امال ايه بقى الاوبريشنال سيكيورتي؟ قال لي دي الحمايه التشغيليه. هقول له طيب يعني ايه بقى حمايه تشغيليه؟ قال لي تعالى، مش انت بياناتك اتفقنا ان هي على جهاز، وان انت عشان تامن الجهاز ده بتعمل له فيزيكال سيكيورتي، بتحط باب، بتحط جهاز بصمه، بتحط فاير سيستم او فاير الارم. فبقول له اه. طيب تسمع عن حاجه اسمها فاير وول، الجدار الناري؟ اقول له اه، ده حاجه جهاز كده عباره عن جهاز بنركبه في الشبكه بيمنع الوصول، بيقفل يعني مين اللي يقدر مسموح له يطلع على البيانات، مين اللي غير مسموح له، فبينظم لي عمليه الوصول للبيانات ديت باختصار شديد يعني. قال لي طيب الفاير وول ده شغال منه نفسه كده ولا في جهاز او ولا في برنامج بيشغله؟ هقول له لا، في برنامج بيشغله. يقول لي هي دي الحمايه اللي مقصود بيها الاوبريشنال سكيورتي، الحمايه التشغيليه القائمة على ابلكيشن، على بروجرام، على برنامج، على سوفت وير. يعني انت هتستخدم سوفت وير كده، برنامج حماية، زي ايه؟ ببساطة شديدة جدا زي الانتي فايروس. مش انا عندي لابتوب في البيت او كمبيوتر في الشركة، مش المفروض ان انا بنزل عليه برنامج من الحماية من الفيروسات او من المالوير مثلا؟ هيقول لي اه بستخدم كده، ده لازم طبعا. فهيقول لي دي اسمها حمايه تشغيليه. يبقى احنا كده عندنا قسمين فهمناهم كويس جدا، حاجه اسمها فيزيكال سيكيورتي وحاجه اسمها اوبريشنال سيكيورتي. طيب ايه بقى المانجمنت والبوليسيز؟ قال لي دي بقى السياسات والاجراءات اللي مسؤول السيكيورتي في الشركه بتاعتك او انت حتى في البيت ممكن تحطها. دي سياسه. يعني ايه سياسه؟ انا دلوقتي عندي موظفين فتح لهم انترنت، صح؟ صح. من ضمن السياسات دي سياسه اسمها سياسه استخدام الانترنت. هو انا فاتح الانترنت كده هباء، فاتحه كده للكل، فاتحه اي المواقع مفتوحه عليه العاطل والباطل؟ هقوله لا، انا بنظم الدنيا. قال لي التنظيم ده بقى اسمه بوليسيس، اسمه سياسه. هتقول مثلا لموظفين لو سمحتوا في موقع معين ممنوع الدخول عليه، لان الموقع ده بيجيب لي تهديد، بيجيب لي فيروسات، بيجيب لي ثغرات، بيجيب لي مخاطر، بيجيب لي تهديدات، فبالتالي الموقع ده انا هقفله، ممنوع الدخول عليه. موقع زي اليوتيوب، انت والله انا شايف ان الموظفين بيقضوا معظم اوقاتهم مفيش انتاجيه كبيره علشان بينشغلوا بالفيديوهات اللي بتبقى على اليوتيوب، فانا اليوتيوب بالنسبه لي معطل لحاجه العمل، فبالتالي هقفله. دي هي عملية المانجمنت يا شباب والبوليسز، السياسات والإجراءات. يبقى احنا علشان ما نطولش في الحلقة، اتكلمنا عن ايه النهاردة؟ اتكلمنا عن ان الكورس ده ان شاء الله هيبقى موجه من البدايات، من فيرست ستيب، من الزيرو تماما، ونبدأ من خلاله نبدأ مع بعض نفهم خطوة خطوة، واحدة واحدة نتعلم مع بعض يعني ايه أمن معلومات، وفهمنا التعريف، وفهمنا الفرق بين البيانات والمعلومات، وفهمنا أقسام الحماية الثلاثة، وعرفناها وفهمناها بشكل مبسط. إن شاء الله بإذن الله الحلقة الجاية هنتكلم عن موضوع جديد وهناخد فيه معلومات جديدة. ولحد ما أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.